السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هند راقب رئيسة جمعية القلب النابض للنهوض بحقوق المرأة والطفل. كان لنا الشرف المشاركة في مسابقة أحسن حي بمدينة سطات لهذه السنة، واستطعنا باش نشاركوا في حي درب السوق. اختاريناه لأنه درب أسطوري بما أنه كيضم عدة ثقافات محلية وكيتواجد في قلب مدينة سطات. فجينا لهذا الحي لقينا استحسان كبير من عند الساكنة، الشيء اللي خلاهم يحطوا يديهم في يدينا، رحبوا بالفكرة وعجباتهم باش في الأخر نحصلوا على واحد الحي اللي نظيف وجميل. نظافة البيئة واجب وطني، وتحسيس الساكنة وإشراك فعاليات المجتمع المدني أصبح ضرورة ملحة. إحنا الهدف ديالنا ماشي هو الربح في المسابقة، بحيث الربح ديالنا والفوز العظيم هو تحسيس الساكنة بضرورة النظافة والحفاظ على بيئة نظيفة. بهذه المناسبة كنشكر ساكنة حي درب السوق اللي ساندونا وكانوا معنا من أول مسابقة حتى لآخرها. كنشكر المجلس البلدي لأنه ساندنا ودعمنا من أول مسابقة لآخرها، وكنشكر كذلك شركة أوزون للبيئة والخدمات، كما كنشكر جميع أعضاء مكتب جمعية القلب النابض للنهوض بحقوق المرأة والطفل، وعلى رأسهم السيد عضو لجنة التواصل السيد محمد حميدي، وكذلك السيد عزيز بيدن. نحن كنساء جمعية القلب النابض للنهوض بحقوق المرأة والطفل، هي جمعية نسوية، نعتز بنساء درب السوق اللي عطاو صورة إيجابية على المرأة الجمعوية. ونحن في زمن كورونا خدينا على العاتق ديالنا المسؤولية منذ بداية المسابقة إلى آخرها، وجسدنا هذا الوباء اللعين الله يرفعه لنا يا ربي في لوحات وبجداريات على حائط ثانوية الرازي التأهيلية، وكذلك اشتغلنا على لوحات كتخص موضوع كورونا، واشتغلنا على لوحات كذلك تخص الصحراء المغربية. والاعتراف الكلي لجميع الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها أكبر دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية بأن الصحراء مغربية، وسيظل المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. كما اشتغلنا على لوحة تعبيرية للبيئة والحفاظ عليها، وهذه اللوحات هي رسائل تحسيسية توعوية لجميع المواطنين بمدينة سطات. ومن هذا المنبر كنوجه رسالتي لجميع ساكنة سطات وبالخصوص ساكنة درب السوق، احنا بيدينا نحطوا اليد في اليد باش نحافظوا على نظافة الحي ديالنا ونظافة مدينتنا باش تكون احسن مدينة في المغرب ان شاء الله.